مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في يوم جديد وحلقة جديدة من إن بوكس على شاشة صدى البلد. النهاردة زي ما عودناكم دايما معنا فقرات حلوة جدا متنوعة جدا ومهمة جدا، وتحديدا آخر فقرة هي هتبقى مفيدة ومهمة جدا. لو عايزين تعرفوا تفاصيلها تابعونا لآخر الحلقة. بس دلوقتي أسلم على فاروق. ازيك يا فاروق؟ يا نوران. فاروقة أخبارك إيه؟ كويسة. مساء الفل عليكي. مساء الجمال. كله زي الفل. حلو الحمد لله. معانا إيه؟ يا مساء الفل يا جماعة، أخباركم إيه؟ النهاردة عندنا يعني موضوعات مختلفة جدا، وكمان معانا بقى فقرة النهاردة هي فقرة خدمية وفقرة إنسانية. طبعا زي ما احنا عارفين لو حد عنده مشكلة ما يعني وتعرض لحادث أو بيجري عملية دايما بنلجأ لبنك الدم لو في يعني فصيلة دم مش لاقيينها، ودايما بنلاقي كده ايه شويه رسائل بتجيلنا على الفيسبوك او السوشيال ميديا، يا جماعه في فصيله دم مش لاقيينها، فلو سمحتم حد يروح يتبرع. لو سمحتوا يا جماعه الفصيله دي نادره جدا، فعايزين نشد شويه علشان خاطر نجيب منها كيسين ثلاثه اربعه. لكن بقى هنا الشباب ليهم دور ايجابي معانا النهارده، يعني شباب فكروا ان هم يعملوا يعني ابلكيشن، والابلكيشن ده متخصص للتبرع بالدم، ان هو يوصل الناس ببعضها. وكل واحد ممكن عايز يتبرع بالدم او عنده فصيله دم معينه بيحطها وبيوصل الدم بتاعه للشخص المحتاج. فطبعا انا شايف ده من اقوى الابلكيشنز يعني الموجوده دلوقتي، ان هو ممكن يساعد الناس وينقذ كمان ارواح احنا يعني ممكن نلحقها. والابلكيشن ده اسمه ريد، والنهارده ان شاء الله هيكون معانا بقى في اخر فقره وهنتكلم معاهم باستفاضه علشان خاطر نفهم منهم ممكن ننزله ازاي، وكمان هيكون متاح دلوقتي بشكل اكبر ولا لا. حلو قوي. اما بقى في الفقره الثانيه فاحنا حابين نطرح عليكم سؤال، وهو هل من السهل نسيان الاساءه او الذكريات المؤلمه ولا لا؟ ولو الناس بتقدر فعلا تنسى الإساءة أو أي حد ممكن يضايقها بتعمل كده إزاي؟ حابين نعرف أكتر في الفقرة التانية. وهيبقى معانا كمان دراسة بتقول إنه نسيان الإساءة والذكريات المؤلمة ليه فوائد صحية كتيرة جدا على صحة الإنسان النفسية والجسدية. كل ده هنعرفه في الفقرة التانية. بالظبط كده. بالظبط. أما بقى دلوقتي هنتكلم في حاجة يعني هي كلنا بنحبها من الآخر كده. حديث الساعة. وطبعا احنا بنصدق دايما آخر كل سنة بتلاقي الخصومات والعروض إيه يعني الله ينور. طبعا يا جماعة البلاك فرايداي اللي الناس كلها بتنتظره من العام للعام أو من السنة للسنة، طبعا ده بيكون الحدث بالنسبة لنا، إن احنا بنستنى الخصومات وبنستنى ان احنا ننزل بسرعه نعمل شوبينج عشان خاطر نجيب الحاجه اللي احنا عايزينها او اللي مش عايزينها، علشان خاطر اللي مش يعني عايزينها تحديدا. بالظبط كده، عشان في خصومات وخلاص. هو ده بالنسبه لنا بقى، سموها زي ما تسموها بقى، الجمعه البيضاء، الجمعه السوداء، الجمعه الخضراء، الجمعه ايا كان المسميات ايه، في الاخر خالص ده يوم محدد، اليوم ده بيبقى فيه خصومات المفروض يعني جامده جدا. لكن برضو لو ان يعني زي ما في حاجه اسمها البلاك فرايداي وكلنا نزلنا اشترينا حاجات، في كمان برضه نوران حاجه تانية اسمها السايبر ايه بقى؟ سايبر مانداي. عباره عن ايه بقى؟ سايبر مانداي ده مفروض ان هو بدا امبارح، هو عباره عن التخفيضات اللي بتحصل على الانترنت خصوصا للناس اللي بتحب تعمل اونلاين شوبينج. لانه يمكن في ناس كتيره جدا بقت تتجه دلوقتي للانترنت ان هم يعملوا شوبينج من خلاله، يختاروا اي حاجه ويشتروا اي حاجه من بره عن طريق الانترنت. فبقى زي ما في بلاك فرايداي او وايت فرايداي للمحلات والستورز والمولات الكتيره طبعا اللي احنا بننزل نعمل شوبينج من خلالها، لا بقى في حاجه اسمها السايبر مانداي، وهي برده بقت شبيهه جدا لفكره البلاك فرايداي بس عن طريق الانترنت. وده دلوقتي هو اللي خلاص بقى السائد والموجود. على فكره يا جماعه بصوا، يعني الشوبينج دلوقتي اونلاين انا شايف ان هو بقى خلاص بقى هو ده اللي موجود بشكل اكبر دلوقتي. بالظبط. اغلبيه الناس بتفكر مثلا يوم بلاك فرايداي مثلا انا هنزل هلاقي زحمه غير طبيعيه في اليوم ده، واكيد اكيد يعني هبقى متضايق ان انت برده مش هتجيب الحاجه اللي انت عايزها. تاني حاجه ان انت في البلاك فرايداي برده لو في عروض وخصومات عاليه جدا فانت بتجيب اي حاجه وخلاص، انا هشتري اللي انا هجيبه وخلاص رخيص. يا ترى بقى هستفيد بيه مش هستفيد منه، هيبقى عندي لمين مش لمين، في الاخر خالص احنا بيحصل لنا هوس بالموضوع ده فبنشتري كل حاجه. لكن اونلاين انا شايف ان هو ليه ايجابيات كتيره جدا وبرده ليه سلبيات. ايجابياته انت بتوفر وقت، ايجابياته انت بتحدد الشيء المعين اللي انت عايزه وبتجيبه، ايجابياته ان انت قاعد في بيتك معزز مكرم وبيجي لك الراجل المندوب لحد عندك وجايب لك الحاجه، ايجابياته ان انت ممكن تجيب من كل حته مش بس من مصر، ممكن تجيب من الوطن العربي وممكن تجيب كمان من العالم، فانت عندك الامور مش بس منحصره في منطقه معينه، لا انت عندك الدنيا متفتحه. لكن برضو يا نوران ليها سلبيات تانية.
طبعا سلبيات الانترنت او شوبينج عن طريق الانترنت زي ما فاروق قال ان ليها ايجابيات كتير، ممكن يبقى ليها سلبيات من خلال عمليات النصب اللي بتحصل عن طريق الانترنت. انه بيبقى في مواقع شبيهه للمواقع بتاعه التسوق ولكنها مش حقيقيه خالص، ممكن من خلالها ناس تعرض منتجات معينه، ممكن تبقى منتجات مضروبه، منتجات مستهلكه اصلا، حاجات مش كويسه، او الموقع ده مش للتسوق، ويعمل يستغل فرصه التخفيضات وان الناس كلها عندها هلع او هوس الشراء، وللاسف الناس تحول فلوس عن طريق الفيزا والمنتج ده ما يوصلكش، او لما يوصلك يوصلك حاجه رديئه جدا. فالمساوئ بتاعه الانترنت او الاونلاين شوبينج هي فعلا ممكن عمليات النصب اللي بتحصل، ممكن كمان ما يبقاش عمليات نصب، ممكن يبقى موقع او بيج حقيقيه او ابلكيشن حقيقي فعلا للتسوق، ولكن الحاجات اللي عليه مش زي الواقع. يعني ممكن تيشرت الاقيها حلوه جدا، اجي اشتريها تجيلي الاقي الماتيريال او الماده بتاعتها رديئة مش حلوة. رديئة بالظبط. بس يعني على ما اعتقد المواقع دي يعني بتبان بسرعة، يعني من الاخر كده بلغة الشباب بتتهرش بسرعة. بالظبط. يعني لو انت مثلا في موقع معروف احنا عارفينه مثلا، والموقع ده معتاد ان هو يعمل مثلا اسعار مخفضة جدا، لما الناس تجيب منه كذا حاجة بيبتدي ينتشر على السوشيال ميديا، يا جماعة خلي بالكم الموقع ده فيه مشكلة، الموقع ده بيجيب الماتيريال نفسها مش حلوة رديئة، في نصب، كل ده بيتكشف. خلاص انت بقيتي موجوده في عالم منفتح، مفيش عندك خلاص الحاجه اللي ممكن تخبيها، فاهمه؟ طبعا هي ليها سلبيات، بس انا شايف دلوقتي خلاص احنا بقينا في عصر التكنولوجيا بشكل موسع وبشكل معمم، وكمان كل واحد فينا ما بيصدق يعني يلاقي حاجه كويسه ومناسبه ليه وتكون كمان سعرها مناسب وتجيلك براحه بال. احنا اهم حاجه انت بتحب الروقان. انا بحب الروقان. ما بتحبش انت وجع الدماغ. انت بتنزلش في البلاك فرايداي صح؟ بتنزل في البلاك فرايداي خالص؟ عمرك؟ انا بنزل في القماش، انزل في البلاك فرايداي. قول لها حاجه يا مجدي. لا هو فعلا يعني فكره البلاك فرايداي يا جماعه هو هوس، انه الناس فاكره ان اليوم ده تحديدا هو اللي بيبقى فيه تخفيضات. لا، مش اليوم ده بس هو اللي بيبقى فيه تخفيضات، بيبقى الممتد لثلاث شهور قدام بيبقى فيه تخفيضات ونفس السعر. كمان عايزه اقول لكم على حاجه، يمكن المنتجات اللي بتبقى معروضه في المحلات بتبقى اسعارها عاديه جدا في وقت السيل او وقت التخفيضات، ما بتبقاش التخفيض الفظيع اللي الناس ممكن تنزل تجازف بالزحمه والجهد الفظيع اللي يعملوه عشان يشتروا المنتج ده. لكن احنا بنبقى مهيئين نفسيا انه مجرد ما يتحط التيكت السيل او التخفيض يبقى كده الحاجه دي لقطه وانا هجيبها بسعر اقل بكتير من الايام العاديه. ففكره انه انا ممكن انزل اشتري او ممكن انزل اشتري في وقت التخفيضات العادي، لكن فكره البلاك فرايداي انا ما بحسش ان هو في ميزه عن الايام العاديه، غير هو بس انا ببقى مهيئ نفسيا وبنزل نسبه بسيطه جدا من التخفيض. لا وكمان بنشوف ساعات اوقات ان ممكن تكون الاسعار يعني زي ما هي في الايام العاديه، ما هي بيحط مثلا جنبيها بيحط جنبيها سعر اعلى شويه مثلا ويقول لك يعني انا رجعتها للسعر اللي هو قبل. بالظبط. هي هي طبعا مش كل الناس بتعمل كده، لا في ناس فعلا عندها مصداقيه، في ناس فعلا بتعمل تخفيضات جامده جدا. لكن بقى خليني اقول لكم ان في باحث بريطاني، الراجل ده اسمه جاريس هارفي، قال ان يعني الراجل ده باحث في السلوكيات، قال ان برضو اغلبيه الناس اللي بيشتروا الحاجات دي بيلعبوا يعني اللي هم المحلات او البقى اللي بيبيعوا يعني المنتجات دي بيلعبوا على حاجات في الدماغ احنا ما بنحسش بيها. يعني على سبيل المثال مثلا لما يحط لك مثلا يافطه مكتوب عليها مثلا سيل ولونها اصفر في اسود او لونها اصفر أو مثلا او الحاجات الاحمر دي برضو بتشد جداً. بس الاصفر دايما بيخلي عندك الغريزه ان دي حاجه عليها تخفيضات لوحدها بنروح نشتريها، مع ان ممكن يبقاش في تخفيضات، ممكن يبقى اللون بس لوحده، فاحنا لا شعوريا المخ بيدي اوردر ان الحاجه دي عليها سيل مثلا. نفس الكلام الاحمر او البرتقالي مثلا ده للجوع، محلات الاكل تطلع على الحته دي عشان تاكلي ويبقى عندك برضو نوع من انواع الشراء الزياده يعني. طب ايه رايك ناخد راي ريم بقى؟ يلا بينا معانا على التليفون. يا ريم ازيك؟ ازيكم عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله منورانا. انتوا جايين يا جماعه تتكلموا في الموضوع ده؟ جينا على الجرح يا ريم. نتكلم على البلاك فرايداي طبعا اللي كلنا بنتبهدل فيه. يا ريم كلمينا مره ثانيه يا ريم، جينا على الجرح. بالزبط. هو اهم حاجه في الموضوع ده يكون معانا فلوس. دي القصه كلها. احنا بنبقى معانا فلوس بس بنرجع معناش يعني اي حاجه.
لا بس خليني اقول لك انه يمكن التسوق عبر الانترنت بقى يزيد كل سنه عن السنه اللي قبلها. يمكن بالزبط. دلوقتي انا بقيت احس انه ناس كتيره قوي 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 حوالينا ومصريين بيفضلوا انهم يعملوا شوبينج او تسوق عن طريق الانترنت، ويمكن زاد بنسبه 20%، تخيل، عن كل سنه، يعني كل سنه بيزيد بنسبه 20% عن السنه اللي قبلها. رقم كبير. يمكن يعني يمكن في دراسه معانا او ارقام بتقول ان الناس في امريكا اشترت حاجات بحوالي 2 مليار دولار في الساعات الاولى بس من البلاك فرايداي، تخيلوا الساعات الاولى، يعني مثلا هم ممكن الساعه 10 الصبح من 10 ل 12 حققوا رقم 2 مليار دولار. بس خلي بالك من حاجه بقى، يعني هنا لما اتكلموا عن النسبه دي يا جماعه قالوا ان في 2 مليار دولار في الساعات الاولى للبلاك فرايداي، بس البيع ما كانش عن طريق محلات النيران، عن طريق الانترنت. ما انا بقول لك ايوه، يعني اقصد ايه، ما انا يعني انا بثبت المعلومه ان يا جماعه دلوقتي بقى يعني خلاص الشوبينج بقى خلاص اونلاين، كل الناس بتشتري من خلال الانترنت يعني، او من خلال الموقع نفسه. حتى الاجهزه الكهربائيه المحلات نفسها بتقول لك كان يعني الكثافه فيها اقل بكتير جدا عن السنين اللي فاتت يعني. بالظبط. طب احنا ريم رجعت لنا تاني ناخد رايها. يا ريم ازيك؟ ازيكم، عاملين ايه يا جماعه؟ الحمد لله. ازيك ريم؟ ريم عملت ايه في البلاك فرايداي؟ قولي لي. بصوا انا يعني انا اكثر تبع السايبر مانداي، انا اكثر تبع الاونلاين، انا خلاص مش قادر انزل ان انا انزل والف واستحمل الزحام الرهيب ده، فبقيت اكثر اونلاين. وطبعا الاونلاين ده برضه خراب بيوت اكثر من اللي مش اونلاين، لان انت بتاكد زرار بس. بالظبط، انت لازم مكان ومعاك محفظتك وفلوسك، فخلاص تمام. لا ده انا كده بقى لازم اوقف، انا كده خلاص متبقي معايا حاجه بسيطه. انما احنا في الاونلاين بقى احنا هنشتري حاجه وان شاء الله ربنا يكرمنا والحاجه توصل ان شاء الله ثمنها برضه يوصل لنا يعني. صح. طب انت بتثقي في الحاجات اللي بتعملي اونلاين شوبينج عليها من خلال الانترنت؟ يعني بتخافي مثلا الماتيريال تبقى الخامه بتاعتها مش حلوه قوي؟ ما اكذبش عليكي، انا خدت على قد كتير قوي من موضوع الاونلاين شوبينج ده. يعني في حاجات فعلا بتيجي زي صوره وبتيجي كويسه جدا، وفي حاجات بتبقى يعني زي ما بيقولوا كده اللي هو الواقع بيقاس اللي هو الحاجات المحطوطه في الصور، بيبقى فرق رهيب ما بين شكل الحاجه المحطوطه في الصوره والحاجه اللي بتوصل لك. بس هنا بقى تعملي ايه بقى؟ هنا تخليهم يبعتوا لك صوره حقيقيه يعني. صح، بس بصي في حاجات اصل انت مش دايما بتقطع. لا ما انا مش هعدي، انا مش هعدي الموضوع. انا ما تضحكش عليا يا ريم. ابعت لي صوره حقيقيه لو سمحت من المنتج. شكلك بتضحك عليك يا فاروق اكثر من مره من كده. انا عارف بتضحك عليك يا فاروق؟ ما اعرفش انت عرفت مين يا ريم؟ انا هعرف منك اكيد طبعا، ما هو باين بيقول كتير بيضحك عليك. بيلاقوا بعض. ايوه صح. ساعات يبقى ده متاح لو انت بتتعامل مع بيع بشكل مباشر، وساعات ده مش متاح لو انت بتتعامل مع مواقع كبيره زي مواقع الاونلاين شوبينج اللي احنا كلنا عارفينها دلوقتي. فساعات ده مش متاح ان انت تشوف صوره الحاجه في الحقيقه. بس هو انا حاسه ان الموضوع بقى وده يتكلموا فيه، ان الموضوع قلب ادمان. يعني انا الاول كنت بقول انا هشتري اونلاين عشان اوفر وقت ان انا ما انزلش واقعد الف عشان انا ما عنديش وقت ورايا حاجات وكده. بس دلوقتي اكتشفت ان انا ممكن بجد اقعد ساعتين ثلاثه على موقع اونلاين شوبينج وانا مش حاسه بالوقت. وبعدين بقى طول الوقت بقى عشان فكره ما تحكس عليك، طب انا هبص على كل حاجه، طب ما ابص على دي جيست بقى احلى، طب ما اغير رايي ازاي، طب ما دي ممكن يقف موقع تاني ارخص ما اجرب. ففعلا الواحد بيلاقي نفسه ان هو قضى وقت كتير جدا في الاونلاين شوبينج. ماشي. ده يعني زيه زي الوقت لو نزلت ممكن اكتر كمان. بالظبط. فحاسه ان الموضوع قلب ادمان شويه، اللي هو كل يوم تبقى افتح اشوف كده جايز سعرها نزل، جايز نزلوا حاجه جديده. وادمان. هو ادمان يا ريم. ايوه، ما يا ريت بقى تتكلموا في الموضوع ده بشكل اكبر، لان دي اعتقد ان دي بقى هتبقى مشكله جيلنا في الفتره دي، ان احنا كلنا موضوع الاونلاين شوبينج ده يعني بقى رهيب بصراحه. يعني احنا اغلبنا ما بقيناش ننزل، وكل شويه حد بيخبط على الباب في حاجه انا طالباها. اهم حاجه هنا مين اللي بيدفع؟ انا بحاول ان انا ايه ما اكونش موجوده على اساس دي خلاص انا بقى انا بس هشتغل كده حركاتي، بس لو موجوده بتنفس نبهتك الحاجه. صح، نبهتني. برافو عليك يا ريم، انا هعمل كده. انت مع بابا بقى في البيت؟ ايوه بالظبط، حد تطلبوها في وقت الشغل ولما يعني حد يكلمني يقول لي في حاجه جايه لك مش هرد عشان يتطلب. بالظبط ماما تتصرف لحد ما اوصل كده ونتشاهد بعدين. ميرسي يا ريم، نورتينا. شكرا جدا ليك يا ريم، فكرتني بحاجه يعني. هو بص يا جماعه، هو موقف مش لطيف بس لازم احكيه لكم. يعني واحنا صغيرين كان عندي حد من اصحابي يعني كان مؤذي شويه، فكان عنده حد من جيرانه كان دايما بيضايقهم وفي مشاكل يعني وقصص كده مش لطيفه خالص، فما كانش عارف يعمل ايه وقتها، كان في دايما بيتعرض لمشكله كل شويه، فكان عايز يعني ينتقم بقى من الاخر، فكان كل شويه يتصل بمحل مثلا بتاع اكل او حاجه معروف ويديهم العنوان بتاع الشقه اللي فوقيهم
فكل شويه يلاقي الباب بيخبط. ويلاقي الراجل احنا ما طلبناش حاجه يا ابني، انت ايه اللي جايبك هنا النهارده؟ فضل على الحال ده لمده سنه كامله. طبعا كده؟ الموضوع زاد عن حده جدا، وحصل طبعا وتعرف في كل حاجه، لكن انت مشاكل كبيره برضو، انت ممكن تدبس حد في حاجه مش بتاعته. فهماني؟ أيوة انا ما جبتش حاجه من عندي، وفي الاخر خالص يا اما انت تتاذي هتدفع الحاجه مضطر تدفعها، او يا اما هترجع الراجل ده بالحاجه بتاعته وهو اللي هيشيلها. فهمتي الموضوع ماشي ازاي؟ انا فهماك. هي بس انا بحس بس انه طبعا قبل ما يبقى في ارقام تليفونات بشكل دلوقتي مفصل و... طب يعني... الراجل عمل ايه في الاخر يعني اللي كل شويه تجيله الحاجه ده؟ خلاص بقى عارف ان صاحبه كله بيعمل كده. عمل فيه ايه؟ لا كانت قصه كبيره جدا و... لا و... و... لا كان في مشاكل يعني. اهله عاقبوه. طب انا عايز اعرف منك، انت عملت يعني اونلاين شوبينج قبل كده وضحك عليك او جبت حاجه طلعت مش حلوه؟ كتير. بصي ما انت بتجربي في الاول، بتقعدي تجربي اكتر من موقع، وفي الاخر خالص بتلاقيكي ايه استقريتي كده او استكنيتي على موقعين ثلاثه مثلا او موقع واحد حتى. بتلاقي ان هو ده خلاص بالنسبه لك امان، وبيجيب في مواعيده المظبوطه، وكمان كل حاجه عنده بيجيبها محترمه، يعني هتلاقي كل الخامات اللي بيقدمها كويسه حلو. جدا. بس انا بقى هنا يعني برضو انا مش بعتمد بس على الصور اللي بينزلوها اللي هي الصور اللي بتاعت بس اللي بتبقى عايز صور حقيقيه لناس بتبعت صور حقيقيه اصلا. ومش بلجا كمان لاي مثلا صفحه على الفيسبوك او مثلا اي ابلكيشن بينزل، لا في حاجات معينه بعينها معروفه قوي والناس كمان احنا كشباب عارفينها وخلاص معروفه بالنسبه لنا. في مواقع كبيره جدا عالميه معروفه وفعلا موثوق فيها، ويمكن في مواقع كمان صغيره جدا لشباب بيحاول ان هو يعمل مشاريع، انا بتعجبني جدا وبحاول اتابع شغلهم. بس عشان اتاكد ان الماتيريال كويسه او الحاجه دي موثوق فيها فعلا بتابع الريفيوز او الفيدباك بتاع الناس، بشوف الناس مثلا داخله بتكتب الكومنتات عامله ازاي. ساعات الناس دي بتصور الحاجه فعلا بشكل هم لابسينها وهم بيستخدموها، فبعرف قد ايه الحاجه دي كويسه ولا لا. ممكن اي حد من صحابي لو استخدم او اشترى حاجه من الابلكيشن دي اساله واشوف الحاجه دي اذا كانت حلوه ومحترمه وتستاهل ولا لا. فعشان كده انا بحس ان الاونلاين ابلكيشنز كلها بقت وسيله اسهل بكتير، وبحس كمان انه الاسعار ارخص والحاجه مختلفه عن المحلات، عن الحاجه اللي موجوده في المحلات. يعني ممكن ابقى لابسه حاجه منفرده يونيك غير اللي موجود في اي حد هينزل يشتري مثلا بلوزه ممكن الاقي 5-6 لابسينها. مظبوط. بصي هو لو احنا بنفكر ان مثلا في مجموعه شباب بيفكروا يعملوا موقع او يعملوا ابلكيشن ايا كان اونلاين، يعني اهم حاجه في القصه دي انك تكون عندك مصداقيه، الحاجه اللي تقدمها تكون حاجه محترمه وحاجه فعلا ما تضحكش بيها على الناس، ما توهمش الناس بحاجه او بشيء بالزبط. بصوره حقيقيه فعلا، وانت جايب صوره تانية او انت جايب الحاجه نفسها تقليد او حاجه خاماتها مش حلوه، فحاول تخلي عندك مصداقيه دايما في الجزئيه دي. رقم اتنين، اهم حاجه يا جماعه ما بعد البيع، يعني انا مش يعني مش هشتري حاجه ويطلع فيها مشكله ومش هعرف ارجعها او مش هعرف اصلحها. اهم حاجه انك تتابع مع العملاء. اكبر مشاكل عندنا يا جماعه احنا بنقع فيها ما بعد البيع. هتلاقي يا اما الهوت لاين او الاونلاين بتاعهم ضعيف جدا، هتلاقيهم مش بيساعدوك زي ما كانوا بيساعدوك في الاول ان هو يبيع وياخد فلوس. مش مرق انك كسبت فلوس انك خلاص سبتني، لا انا معرض ان الحاجه دي ليها ضمان وممكن يبقى فيها مشكله فعايز ارجعها، عايز اصلحها. اهم حاجه المتابعه، وعلى فكره المتابعه في القصص دي على فكره بتسمع اكتر من البيع. يقول لك ده خدمه العملاء بتاعتهم كويسه جدا، ما بعد البيع عندهم هايلين جدا، الضمان عندهم ماشيين على المسطره، لو حصل حاجه بيرجعوها. لان اغلبيه الشركات اللي ممكن احنا بتضايقنا بيبقى عندهم مشكله في الحته دي، ان هو بيبيع لك الحاجه ويجري، يبقى قابلني بقى لو جبته بقى، وتلاقي ناس بقى مش مؤهله ان هي ممكن تساعدك بشكل معين، فانت بتتعب نفسيا. فاهم حاجه يبقى عندك الناس يعني موجوده في الاماكن المظبوطه بتدربهم، وكمان يبقى عندك نسبه المتابعه تبقى كبيره. بالظبط كده. ويمكن كمان انه تكمله لكلام فاروق قال انه الناس بيبقى عندها استعداد نفسي ان هي تتقبل فكره التخفيضات باي شكل كان واي حاجه موجوده واي سعر، بس هو انا هستغل الفرصه دي وهاخد القطعه دي لقطه بالسعر ده، ممكن يكون سعرها اصلا في الحقيقه اقل بكتير. وده اللي حصل في بريطانيا خصوصا لما انت اتكلمت على اللون الاصفر اللي بيشد الناس. اي حد في بريطانيا معروف ان التخفيضات كلها بيبقى معمول عليها اليوفط باللون الاصفر، بيبقى الناس بشكل تلقائي بشكل عفوي جدا بتتشد للحاجه ويخش يشوف هو ده ايه والاسعار عامله ازاي. ولما حبوا يطبقوا الموضوع ده بشكل عملي جابوا فكره كنزات لمياه غازيه وحطوا عليها ستيكر اصفر مكتوب عليه اي جمله كده ملهاش اي معنى يعني، او اي مثلا ترويج لحاجه معينه، لقوا انه
المياه الغازيه دي او كانت الحقيقه الحاجات بتاعت المياه الغازيه اتباعت بشكل كبير جدا ويمكن 4 مرات عن الشكل الطبيعي، ولما اشتروها اكتشفوا ان هي ما عليهاش اي تخفيض. ده مجرد شكل لازازه حاجه جديده، لكن هي ما عليهاش سيل. تخيل الناس بتروح قد ايه تنجذب للحاجه كده. ما هو بيقول لك بيلعب هنا في حته اشارات المخ شويه بالظبط، ان دماغك بتترجم ان الحاجه دي لوحدها كده عليها تخفيض فانا بجري عليها على طول. مع انك انت لو رجعت او انت لو بتتابع مثلا الاسعار على مدار السنه هتلاقي ان الاسعار مقربه، او هتلاقي ان الموضوع فعلا ما فيهوش تخفيض بشكل كبير. دايما المتابعه يا جماعه بتخليك يعني مطلع، عارف الاسعار ماشيه ازاي باستمرار، يعني ما يضحكش عليك، مش اي حد يكتب اي سعر فخلاص. وكمان احنا هنا المفروض ما نجبرش التجار ان هم يبقوا جشعين او عندهم حته ان انا ازود السعر عليك عشان خاطر اليوم ده فانت هتشتري هتشتري، لا ما ينفعش. اهم حاجه لو انت تابعت يكون في مصداقيه منك برضو كراجل بتبيع حاجه. اهم حاجه برضو زي ما قلنا الخامات تكون كويسه جدا لو بنشتري اونلاين. احنا كده فقرتنا خلصت، نروح بقى للفقره اللي بعديها، ننسى بقى البلاك فرايداي واللي احنا عملناه في البلاك فرايداي. اوكي احنا كده هنطلع لفاصل ونرجع نتكلم معاكم بالدراسات العلميه، الاساءه ونسيان الاساءه قد ايه ليه فوائد صحيه على الانسان نفسيا وبدنيا. يلا بينا. طبعا يا جماعه محدش يقدر ينكر ان في يعني بعض الناس حوالينا مؤذين شويه، ممكن المؤذي في الكلام، اللي مؤذي في التصرفات، اللي ممكن يأذيك من غير ما تعمل حاجه. لكن هنا بقى يعني لقوا ان في دراسه اتعملت قريب، الدراسه دي قالت ان التسامح ونسيان الاساءه ده شيء يعني ايجابي وبيخلي كمان عندك يعني تسامح داخلي وبيخليك مش ضعيف الشخصيه زي ما احنا ايه بنقول كده. يعني دايما البني ادم لما يتهاون ويتنازل عن حقه وعن كل حاجه ممكن تحصل له يقول لك يا عم نيجي عليه مره واثنين وثلاثه ده مش هيتكلم او ده ضعيف الشخصيه. طبعا كل دي حاجات ومبررات انا شايف ان هي ملهاش اي تلاته لازمه خالص. كل واحد لو عنده قوه وعنده ثقه في نفسه وعنده كمان يعني تسامح مع نفسه على ما اعتقد ده اكتر حد ممكن بيسامح اللي حواليه وبيغفر لهم كمان. عندك حق فاروق، يمكن الدراسه اللي نشرها موقع وان ميد ان هو بيقول انه طبعا كل ما الانسان بيحاول ينسى الاساءه او اي ذكريات مؤلمه بتمر عليه ده بيبقى اكثر ايجابيه وبيبقى اكثر انتاجيه في شغله وفي المحيط اللي حواليه وبيبقى صحته النفسيه والبدنيه كويسه جدا، اكتر من انه شخص دايما بيفتكر اي حاجه وحشه بتحصل له، اي انسان بيسيء ليه يفضل فاكر له الوحش، فده بيوصله لانه بيتعرض للتوتر والاجهاد والارهاق الذهني. مظبوط. فالدراسه دي قالت لا يا جماعه انه كل ما الانسان ينسى كل ما الانسان يبقى صحته نفسيا أفضل. وجسديا وشكله حلو ومبسوط وعنده انتاجيه وعنده حياة، يعني عنده إقبال على الحياة. عشان كده قالوا إنه المغفرة ده يعتبر نوع من أنواع التطهير الداخلي، إن أنت بتطلع أي طاقة سلبية وبتستقبل الطاقات الإيجابية ويمكن كمان بتفرغها على الناس اللي حواليك. إنه شخص أنت خلاص عارف إن الشخص ده بيسألك، طيب هيعمل ايه؟ هيسألك مرة التانية التالتة، لما هو يفهم ان انت بتتجاهل الموضوع مش حاطط في دماغك هو اصلا مش هيعمل كده تاني مرة او تالت مرة. بص نوران كمان الدراسة اكدت على حاجة مهمة جدا ودي بنشوفها في حياتنا حوالينا. يعني بصوا اكتر حد هتلاقيه قوي الشخصية وقوي وعنده اتزان داخلي وتسامح داخلي هتلاقيه دايما مش بيتعرض كتير لمشاكل. صح. ما بيحبش يحط نفسه دايما في اطار خلق المشكله في القيل والقال. يعني دايما هتلاقيه ان هو عايز يعمل حاجه معينه او في شغله ايا كان نوع الوظيفه اللي هو بيشتغلها ايه، دايما هو عايز ينتج ويعمل كل حاجه من غير وجع دماغ. صح. عايز يشتغل وخلاص، مش عايز يكون محور في حاجه معينه ممكن تضره، فدايما هتلاقيه بينسحب من كل حاجه ممكن تخلق فيها مشاكل. فده برضو من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تركز فيها مع اللي حواليك. لو لقيت ان في بني ادمين من اصحابك من زمايلك من الناس المحيطه بيك بالمواصفات دي حاول تبص له بنظره مختلفه، ما تبصلوش ان هو ضعيف الشخصيه او سلبي، بص ان هو الراجل ده مش عايز وجع دماغ عشان هو راجل قوي داخليا عنده تسامح عنده مغفره للي حواليه، مش عايز دايما الدنيا حواليه تبقى مولعه او تبقى فيها مشاكل زي ما احنا طبعا بنشوف اغلبيه المناصب كل واحد عايز يعني يضغط على اللي جنبيه علشان خاطر يظهر هو انا عايز اخد الدرجه دي انا عايز ابقى الحافز بتاعي
الموضوع مش مستاهل، الموضوع مش مستاهل اللي مكتوب لك هتشوفه. لا بص هقول لك على حاجه، هو المنافسه تستاهل ان انا ابقى ناجحه في شغلي واحاول اثبت وجودي. المنافسه الايجابيه، المنافسه الايجابيه الشريفه بالظبط هي اللي تستاهل، لكن مش مثلا عشان اوصل فاقوم اسيء للشخص اللي قدامي المنافس بتاعي بشكل وحش جدا عند مديري، ان انا احاول اقلل من قدراته او اقلل من شغله او اقلل من شخصيته قدام. لا ابدا، انا انافس بشغلي بمجهودي بادائي، فدي المنافسة اللي هي مطلوبة فعلا، لأنه طول ما احنا في الشغل بنحاول نثبت نفسنا عشان نوصل لمراتب أعلى، لكن إن أنا أحاول أقلل من اللي قدامي ده مش مطلوب أبدا، أو إن أنا أسأله. في ناس كتير بشوفها بتعمل إيه مثلا لو احنا في الشغل، واحد يرمي كلمة لواحد قدام مديره، إيه يا عم أنت جاي متأخر النهاردة، أنت ما بشفكش بتشتغل، أنت أصلك متدلع، أنت مش عارف إيه. طب ليه بتدي إحساس للمدير إنه الشخص ده بيلعب، إنه ما بيشتغلش كويس؟ بس لما أعتقد المدير الناضج الفاهم الواعي دايما ما بيسمعش كتير. دايما بيبقى هو عنده نظرة مختلفة عن اللي حواليه، وأكيد هم عندهم مش شرط، لأن ممكن المدير ما يكونش متابع الناس اللي حواليه بيعملوا إيه. دايما الواعي والشاطر في المجال، يعني زي مدير في بنك مثلا، واحد اللي ليه بالنسبة له إن هو يشوف شغلك خلص ولا ارقامك كلها مظبوطه ولا مش مظبوطه ايا كان اللي حصل. بس في كلمه بتقول لك العيار اللي ما يسيبش يدوش بيدوش، بس بعد كده لا ما بيكملش كتير. يعني انا شايف ان كل يعني مرحله بيكون ليها وقتها في الحته دي. يعني ايه؟ دايما اغلبيه الناس برضو يا جماعه، يعني عشان تبقوا انتوا عارفين، اغلبيه الناجحين في حياتهم اتعرضوا لكميه اساءات غير طبيعيه، واتعرضوا لحاجات مش عايز اقول لكم يعني تهد جبال، ورغم كده كافحوا وقفوا على رجليهم ونجحوا ووصلوا اللي وصلوا له، وكمان دلوقتي الناس بتشيد بيهم ويمكن كمان مكتوبين في التاريخ. في ناس تانية ممكن لا تستحق فعلا، وممكن بتحاول تعمل حاجات مش لطيفه، وبياخدوا حاجات مش بتاعتهم، بس صدقيني مع الوقت بيتكشفوا، ومع الوقت بيبان كل واحد مجهوده في الحته دي عامله ازاي. فهنا بقى في النقطه دي، انه لو الشخص ده عايز يأذي اللي قدامه، الشخص بقى يتعامل ازاي؟ تمام. ان هو يتجاهل، ان هو يثبت ده بادائه في شغله، بشطارته، باحترامه للي حواليه واحترامه لنفسه. مزبوط. فمع يعني مع التفاصيل دي كلها والحاجات اللي هيعملها، هيثبت لمديره وللشخص ده وللي حواليه ان هو بيرد الاساءه باحسن منها بشغل، ان هو ما بيردهاش باساءه بالظبط، بيردها بشغل. نفسي يا جماعه نرجع، بصوا لكم على حاجه، نفسي يكون عندنا يعني مبادئ زمان فاكرينها، اخلاق زمان هي التدين والاحترام والضمير. على فكره اصل كلمه متدين مش معنى ان انا متدين يبقى انا راجل متزمت دينيا خالص. الموضوع فيه ان انت بيبقى فيه احترام ما بينك وبين الاخرين. الاخلاق لو اتعممت بشكل اكبر في حياتنا، وكمان ما نعملش شير للحاجات السلبيه والحاجات اللي بتهد جبال، ونعمل شير بس الحاجات الايجابيه والحاجات اللي توقفنا على رجلينا، ونبقى ايجابيين، صدقوني هنختلف. ليه بقى؟ لان يا جماعه احنا في حاجه اسمها العدوى، يا اما بنعمل عدوى سلبيه يا اما بنعمل عدوى ايجابيه. بالزبط. انا بعديك بشيء ايجابي فبزقك لقدام، يا اما بقعد اعمل لك اللي في حاجات سلبيه وبحبطك وبخليك انت مش شايف نظره مستقبليه كويسه. فبلاش الحاجات اللي هي ممكن تخلينا نكره يعني الحياه اللي حوالينا بدون داعي. في حاجات موجوده ايجابيه نحاول يبقى هي دي السمه بتاعتنا، حتى لو احنا بنكافح، حتى لو احنا بنتعب شويه، معلش، بس برضو في الاخر خالص لازم عندك نظره، لازم عندك امل، وده المهم. لان بنشوف في ناس بيبقوا ضعاف يعني شويه ممكن في حاجات معينه، احنا بنساعدهم على كده وبيتجهوا لا قدر الله ممكن للانتحار، وبيبقوا هم عايزين حد بس يعني يطبطب عليهم، حد يقول لهم يا جماعه يعني انا سامعك، ويديله بس كلمه ايجابيه. فاهمه؟ صح. عشان كده يمكن الدراسة اللي معانا حددت عدة خطوات، قالت انه نسيان الإساءة واي ذكريات مؤلمة ده بيبقى ليه فوائد صحية كتيرة جدا على صحة الانسان النفسية والبدنية. منها مثلا اول حاجة ان انت تتجنب الرد بشكل سلبي على الإساءة، ويبقى عندك نوع من انواع اللامبالاة، مش البرود يعني، ولكن انه انت بتستقبل الإساءة دي بهدوء تام، وبعد فترة تيجي تسأل الشخص ده تقول له هو انت كنت تقصد ايه لما قلت لي كذا كذا كذا. لو هو ما يقصدش حاجة يبقى حلو قوي، خلاص عرفنا انه نيته كانت كويسة. لو هو يقصد ممكن اوجه له كلمتين، اقول له طب لو سمحت حاول تاخد بالك المرة الجاية، انا ما بحبش ان حد يتكلم معايا بالطريقة دي، خصوصا ان احنا قاعدين في مكان ياريت نحترم شعور بعض. بالزبط. يبقى دي اول خطوة، ان انا ما ردش بشكل سلبي، بالعكس استنى لحد ما استغل الوقت المناسب وارد بالشكل المناسب. مظبوط جدا. بصوا يا جماعه، يعني هي دي الفوائد اللي ممكن اتخطى فيها الاساءه، يعني اللي هو الخمس نقاط اللي معانا. زي ما انت قلتي اول نقطه يا نوران، او الطرق اسف اللي معانا، الطريقه الثانيه اللي معانا، اهم حاجه برضو لما تلاقي ان في حد يعني دايما
بيخليك معرض للإساءة ودايما ممكن بيحطك في حتة الصراعات والمشاكل، حاول بقدر الإمكان أنك تتجنبه وتحطه في حتة يعني بعيد عنك شوية وما تفكرش كتير. بس أهم حاجة أنك بقى تندمج، يحصل دمج ما بينك وبين أصحابك، يعني تخرج وتعيش حياتك عادي جدا في وسط عيلتك نفس الكلام. أهم حاجة المعايشة مع اللي حواليك، لأن المعايشة مع اللي حواليك برضو دي بتخليك أنت يعني ما بتتأثرش بسهولة، لأن برضو غصبا عنك إحنا بني آدمين، فطبيعي تقعد يعني تعمل حاجز حواليك وتدافع عن نفسك كل شوية أو تتجنب الطريقة دي، فده برضو إلى حد ما ممكن يسيبك شوية حتى لو 1%. فتجنبه الناس اللي هي ممكن السلبية أو الناس اللي انت دايما بتخب منهم حاجات سلبية، تجنبوه خالص. هي يمكن بيسموها الكومفورت زون، ان انا ابقى قاعدة في الدايرة اللي هي دايما بحس فيها بالامان مع عيلتي او اصدقائي او اي شخص قريب مني اللي بيديني الثقة، بالتالي لما اقعد وسطيهم احس ان انا بستمد الثقة بالنفس، القوة والايجابية، بالتالي بقدر افرغها بشكل ايجابي جدا جدا حتى للاشخاص اللي بيسيئوا ليا. دايما انا بعد الشغل مثلا بروح اقعد مع اصحابي اللي انا بحب اقعد معاهم، مع عيلتي مع قرايبي، بحس بهدى نفسيا جدا جدا، بفصل لان انا عارفه الناس دي بتحبني. يمكن نقعد نتكلم مع بعض في خبرات كتير فاستفيد منهم بمعلومه او بحاجه اقدر اتعامل فيها في شغلي مع مع ناس تانية. هي دي فعلا الكومفورت زون اللي احنا بنتكلم عليها. مظبوط. تالت حاجه ايه بقى؟ تالت حاجه اللي معانا اهم حاجه انك تشغل نفسك. يعني اي هوايه انت بتحبها اعملها، ما تقولش ما عنديش وقت. بتحب الكوره، العب كوره مع اصحابك كل اسبوع. على فكره في كتير جدا من اصحابنا يعني عاملين دايما يوم محدد في الاسبوع او يا سيدي كل شهر بيلعبوا فيه كوره، بس دايما اسبوعيا كده تلاقي في ايه شله كده عاملين كل اسبوع يوم كده محدد كوره بالليل. ده يا جماله بتخرج بره المود. ويا سيدي بقى لما يكون في فرق كتير بقى عندك اصحابك بقى بيجيبوا فرق 4-5 فرق كده ايه وكلهم ايه بيتنافسوا في دوري موجود يوم في الاسبوع. اي هوايه تانية بتحب؟ اي حاجه الشخص ممكن يروح يلعب جيم، ممكن يعمل يلعب رياضه معينه هو بيحبها، يركب عجل، يرسم، يسمع مزيكا، يحضر حفلات في الاوبرا، اي حاجه الشخص بيحبها يمارسها عشان يحاول ان هو ايه. صدقوني والله بجد القرايه كمان، القرايه كتير بتخلي الانسان قد ايه هو عنده ثقة بالنفس، فيقدر يتعامل مع أي موقف في الحياة بشكل ذكي جدا وما يضايقوش ويخلي اللي قدامه يتعلم منه درس مهم. يمكن دي كانت تالت حاجة زي ما قلنا لكم. رابع حاجة بقى إنه لو أنت لقيت إنه الإساءة كانت قوية جدا والشخص اللي قدامك أذاك بشكل قوي جدا، حاول تروح لدكتور نفسي، وده مش عيب أبدا. حاول تتكلم معاه يدعمك نفسيا، يديلك خطوات معينة تقدر تمشي فيها أو بيها في حياتك، وده مش عيب أبداً إن إحنا كلنا نستشير أي طبيب نفسي عشان نقدر نتعامل في الحياة. يمكن يا جماعة إحنا يعني متهيألي أنتوا زهقتوا مننا من كتر الكلام في الجزئية دي. بالظبط. مفيش حاجة اسمها عيب، مفيش النظرة القديمة بتاعت إن أنت رحت لدكتور نفسي أو عندك مشكلة يبقى أنا عندي مشكلة أو الكلام السلبي اللي بنسمعه من اللي حوالينا ده تجنبوه. واحنا ماشيين الحمد لله كل اسبوع معانا هنا متخصصين بيجوا لنا، ويمكن على راسهم دكتور مصطفى النحاس اخصائي الطب النفسي دايما بيفيدنا. طيب احنا معانا نهال على التليفون. يا نهال. الو. ازيك نهال؟ نهال ازيك؟ نهال اخبارك ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. انت ايه اخبار؟ تمام كله 100 100. قول لنا بقى يا نهال، بتعرفي يعني تنسي الاساءه؟ بص انا بعديها بس مش بنساها. ليه بقى؟ وبعدين على حسب كمان درجة قرب الشخص مني، يعني هو لو حد قريب مني قوي وما كانش مثلا قاصد، او ان هي زلت يعني موقف عمله غصب عنه، او حتى لو كان في وعيه بس مع الوقت ممكن يعدي، ممكن اعدي. انما في حاجات كبيرة ممكن ما اقدرش اتجاوزها، ممكن ما اعرفش اتمس فيها يعني، فمش بضغط على نفسي ان انا اعمل ده. طيب يعني ناس كتير قوي بتقول، او يمكن احنا معانا دراسة يعني هل بتقول انه نسيان الاساءة او اي ذكريات مؤلمة عدت في حياة الشخص لما بينساها بيبقى اكثر انتاجية واكثر اقبالا على الحياة. النسيان مش التجاهل. انا فاهماكي. انا مع الدراسة دي جدا، فكرة ان الشخص يبقى طول الوقت حاطط الحاجات السلبية اللي عدى بيها، سواء اذى بقى نفسي، سواء مواقف من اشخاص او حاجة، هتخليه طول الوقت شخص اللي هو ما عندوش ثقه في الناس اللي حواليه، طول الوقت قاعد متوقع الاذى. هتاخده في حته عزله شويه. انا طول الوقت بحاول اسعى اعمل ده،
بس زي ما بقولك في ممكن تكون حاجات كبيره الواحد، والواحد على فكره مش مطلوب منه ان هو ينسى كل حاجه، فاهمه؟ حتى لو احنا طالبين من الشخص ان هو ينسى، فعشان انا بنسى عشان نفسي، عشان صحتي انا، مش علشان مثلا علشان نعيش حاجه بالظبط كده، عشان انا ابقى من جوايا حاسه ان انا خفيفه وحاسه ان انا نقيه، مش شايله ضغينه ناحيه حد، او ان انا طول الوقت حاسه ان اللي قدامي ظلمني. انت يعني هل صوتك ليه فيه حزن يعني؟ ايه ده؟ لا خالص والله. هتقمص بقى شخصية. انا عايز اقول لكم على حاجة. لا اتكلم بجد. اسامة انا عايز اقول لكم على حاجة. قولي. ان انا اصلا في العادي من كذا سنة، يعني من زمان او انا ايام الجامعة، كنت ممكن اخد بقى الحاجة على اعصابي، ولو حد عمل حاجة ممكن ما اقولهوش، وافضل بقى شايلة جوايا، فكان بيعمل زي تراكمات. مع الوقت وكل ما بكبر شويه، اللي هو انا لو متضايقه حتى لو حد مش قريب مني، انا بروح اقول له انا متضايقه منك في كذا وكذا. صح. لان في احتماليه ان اللي قدامي ما يكونش واخد باله، او في احتماليه ان اللي قدامي ما يكونش عارف ان انا ممكن ازعل من حاجه زي كده، فممكن انبهه. انما طبعا لو الموضوع اتكرر يعني فبديله في دماغه يعني. نورتيها جدا يا نهال. شكرا لك. وفرفشي كده. ميرسي يا نهال. باي باي. ميرسي يا نهال. طيب بصي، يعني انا شايف الموضوع مهم جدا، كنا نتكلم فيه ان احنا اهم حاجه يعني يبقى عندنا المغفره الداخليه جوانا، ان احنا نسامح اللي حوالينا بالظبط، ونرحم اللي حوالينا. اهم حاجه يبقى في عندنا رحمه متبادله. احسن حاجه الواحد ما يحطش دماغه، والله العظيم. والله انت 100 100. والله ما بحط. انا في ناس كتير قوي ممكن تضايقني، تاني يوم ابقى اساسا ناسيه ايه اللي حصل. والله العظيم جد ببقى ناسيه، مش فاهمه ولا هي مقيره مني ايه، في حاجه حصلت اتاري بقى في موضوع قبليها هي كانت مضايقاني فيه اصلا، وهي اللي مضايقه مني. الموضوع بالظبط كمان شويه طالما مقيره الموضوع كبير. طيب بصوا يا جماعه، احنا يعني هطلع انا وتطلعي انت زي ما انت عايز. ايه رايك يا ميبو؟ مش عارفه الصراحه. بصوا يا جماعه، يعني زي ما قلنا في اول الحلقه، احنا هيكون معانا كمان شويه ان شاء الله او بعد الفاصل، هيكون معانا اول ابلكيشن في مصر لتسهيل التبرع بالدم، ويمكن ده من اهم الحاجات اللي ممكن دلوقتي نستخدمها فعلا، لان احنا ممكن ننقذ بيها روح طبعا محتاجه لنقطه دم. خليكم معانا بعد الفاصل. كل مرة بتتبرع فيها بالدم يمكن في حوالي 4 أشخاص مختلفين بيقدروا يحصلوا على حياة جديدة من خلال التبرع بالدم، وده اللي عمله واللي كان شعار لنهاد مختار عن فكرته من خلال عمل أول أبليكيشن لتسهيل عملية التبرع بالدم من خلال الإنترنت. ويمكن الأبليكيشن بتاعه ده يسهل عملية توصيل الدم من المتبرعين للناس اللي محتاجة فعلا للدم ده. هنعرف أكتر فكرته وتفاصيل الأبليكيشن من خلاله، وهو منورنا في الاستوديو نهاد مختار. ازيك يا نهاد؟ اهلا بيكي واهلا بسادة المشاهدين. ازيك يا نهاد، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الافكار الحلوة دي بس؟ ربنا يخليك. والله مبسوط جدا بيه. ربنا يخليك. طيب احكي لنا بقى يا نهاد، الفكرة دي جات لك من امتى؟ وكمان ليه قررت تعمل ابليكيشن مخصص للدم اسمه لد؟ جميل. هي جت تقريبا من سنة ونص او سنة وثلاث شهور تقريبا يعني. وجت بشكل اقرب للمصادفة. كنت قاعد بذاكر، يعني استحضرت في ذهني ان عدد كبير من الناس بيعمل بوستس على الفيسبوك، يا جماعه محتاجين دم من الفصيله كذا في المكان الفلاني وبتاع. فيسبوك وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي عموما بتواجه صعوبه في توصيل الحاجات دي في وقتها للناس القادره على التبرع، فبيحصل ديلي. في الديلي ده في ناس قد تفقد حياتها بسبب الديلي ده. ففكرت ان احنا لازم يكون عندنا سولوشن سريع وفعال ويبقى لحظي، بحيث ان لما الشخص يحتاج دم في لحظتها عدد كبير من الناس القادره على التبرع بالدم تعرف ان الشخص ده محتاج. نهاد، يعني من كلامك باين انت عندك خبره، فاهم كلامك مترتب جدا. انا حابه اعرف الاول انت عندك كام سنه؟ لانه شكلك صغير. انا 20 سنه. حلو قوي. كليه هندسه جامعه اسيوط، سنه تانية بعد اعدادي. فكرة انه انت في سن صغير ولسه طالب وتفكر في فكرة ابليكيشن خير، ان انت تعمل خير للناس وانه تسهل فكرة توصيل المتبرعين بالناس اللي محتاجة دم، دي حلوة جدا. بس هل انت عندك او متخصص فكرة عمل ابليكيشن اصلا للموضوع ده، ولا انت عملته ازاي او استعنت بناس يساعدوك في فكرة تأسيس ابليكيشن؟ هو انا اصلا موبايل اب ديفلوبر،
وهاوي المجال اكتر منه كشغل يعني. انا بحب الكودينج وبحب الديفلوبمنت عموما وبشتغل في الموبايل اب ديفلوبمنت بالتحديد. فجدني فكرة الابليكيشن دون عن اي وسيلة تانية عشان انا يعني جوه المجال ده. ده مجالك بالظبط كده. بالظبط متخصص. طيب عايز برضو نبسط الناس شوية. الابليكيشن عبارة عن ايه؟ يعني اول حاجة هو متواجد دلوقتي بشكل خلاص متاح لاي حد. بالظبط الابليكيشن موجود على جوجل بلاي واب ستور انجلش وعربي. تمام. اللغتين. ويقدر اي حد ان هو ينزله توتالي فور فري. تمام ببلاش يعني ممكن ينزله غير مقابل يعني مادي. يقدر اي حد ان هو ينزله فور فري مجانا. تمام. بدون اي مقابل. ويقدر يستخدمه كذلك ويعمل عليه سواء ريكوست هيطلب دم او هيتبرع بدم. يعني اول ما ينزل الابليكيشن اول حاجه بيعملها بيطلب بياناته. بالظبط الابليكيشن بيطلب منه مجموعه من البيانات زي الاسم ورقم التليفون والعمر واللوكيشن. طبعا المكان. المكان بتاعه. وبالتاكيد فصيله الدم ولو مش عارفها بيقول ان هو مش عارف فصيله الدم. وبيسجل البيانات بتاعته بيعمل لها ريجستريشن. مجرد ما بيعمل ريجستريشن بتبان له كل الناس اللي في المناطق المحيطه بيه اللي محتاجه دم. وفي حال ان حد احتاج دم. أيوة. بتوصله النوتيفيكيشن ان في شخص على بعد كذا منك مسافه كذا منك محتاج دم من الفصيله الفرنيه. تقدر تروح تتبرع له او تتصل بيه او تعمل شير على وسائل التواصل. انا هروح له بقى عشان ما فيش كاس دم. انا بالظبط كده هياخده مني. بالظبط نقطه مهمه جدا ان الاب ما بياخدش الدم وما بيوصلش الدم. الاب بس مجرد وسيله بيوصل الناس ببعضها. بالظبط لينكينج بلاتفورم. وسيله لتوصيل الناس اللي محتاجه دم بالناس القادره على التبرع. طيب حلو قوي. انا دلوقتي عايزه اتبرع بدمي وعرفت ان في شخص محتاج. مين اللي هياخد مني عينه الدم او اكياس الدم مثلا هتبرع بيها؟ جميل. هو عشان الشخص يبقى محتاج دم فده طبيعي ان هو هيبقى جوه مستشفى. فالمستشفى هي اللي بتبقى مسؤوله تماما عن ان هي تاخد الدم من المتبرع وتوصله للمريض ودي عمليه مجانيه تماما. يعني هو احنا خلينا برضو ماشيين بخطوات سليمه وخطوات فيها امان. بالظبط عشان ما يحصلش فيها مشاكل. يعني انا لو لقيت ان انا خلاص في حد محتاج لفصيله الدم بتاعتي اكيد ده جوه مستشفى. بالظبط ما اروحش بيوت ما روحش اماكن غير متخصصه عشان خاطر ما يحصلش مشاكل. فاهم الفكره ماشيه ازاي؟ يعني هو الموضوع كله في الاخر خالص هو بيتم في امان وبيتم كمان الدم بتاعي بيوصل فعلا للمريض ده. بالفعل صح كده؟ بالفعل. خصوصا ان لما حد بيحتاج دم لازم بيطلع من المستشفى تذكره طلب للدم وما الى ذلك. يعني في مجموعه من الاجراءات اللي بتحصل. في اجراءات بتبقى صارمه لانه الدم تحديدا كده. ممكن يتنقل من خلاله امراض كتير. بالفعل لازم عمليه نقل. لازم بيتعمل له تحاليل واختبارات توافق وما الى ذلك يعني. وعدد كبير من اكياس الدم اصلا بيتم اعدامه. بالظبط. لانه بيكون غير قابل ان حد يستخدمه. فدي عمليه بتتولاها المستشفيات وبنوك الدم والجهات المختصه بده. كل ده بدون مقابل. كل ده بيتم بدون مقابل. تقريبا بيبقى فيه مقابل رمزي مبلغ بسيط يعني بيدفعه للشخص اللي محتاج. مقابل بس التحاليل والحاجات دي بيدفعها للمستشفى او بنك الدم المختص. تمام. هو اصلا كده وكده اكياس الدم اصلا في العموم لو احنا بنشتريها فهي برضه بمقابل بسيط يعني رمزي. فهي بتعادل شويه ممكن القيمه دي ولا لا؟ هو في الحقيقه كيس الدم لو هتشتريه فهو بيبقى مبلغ كبير. كبير؟ يعني هو بيوصل 500 جنيه للفصائل العاديه وبيوصل احيانا لاكثر من كده للفصائل النادره. طيب كم واحد تقريبا استخدم الابلكيشن ده لحد دلوقتي؟ الابلكيشن عنده 5000 يوزر. استقبل 500 طلب من 15 دوله مختلفه. اكتر من دوله مختلفه. يعني استقبل عربيه ولا اوروبيه ولا ايه؟ هو استقبل اليوزرز بتوع الابلكيشن 80% من مصر. 5% من الهند. 5% من اليونايتد ستيتس. و10% من باقي الدول. 15 يعني. طب هايل والله. يعني بدا يبقى دولي. بالظبط. هو لانه ابلكيشن متاح على جوجل بلاي واب ستور. ومتاح باللغه الانجليزيه فاي حد يقدر يحمله. فاي حد غالبا بيحتاج دم بيسيرش على ابلكيشن او على وسيله تكنولوجيه تسهل وصول الدم ده ليه فبيلاقي الابلكيشن موجود يعني. وانت المتحكم هنا من مصر؟ هو قال انا متحكم في مصر لكن الاب ديسنترلايزد. الاب ملوش وحده مركزيه بتتحكم فيه. ليه؟ لان هو بيربط الناس ببعض عن طريق او يعني العامل الاساسي في ربط الناس ببعض هو الموقع الجغرافي بتاعه. لا لو حصل مشكله في الابلكيشن في اي دوله من الدول دي. لا بالتاكيد هو الابلكيشن واحد في كل الدول فانا الديفلوبر هو المتحكم فيه. انت اللي بتتحكم في الموضوع. بالظبط. اوكي بالزبط. طب هل في مقاييس معينه او معايير معينه بتقيس عليها الشخص ده تقدر تقبله في الابلكيشن ولا لا؟ هو اي حد يقدر يعمل ريجستريشن في الابلكيشن واي حد يقدر يطلب دم.
بس لما بيجي يتبرع بيتسأل مجموعة من الأسئلة اللي بتحدد قابليته للتبرع، زي إذا ما كان عنده كرونيك ديزيز، مرض مزمن، فيروس سي، عنده حاجة من مشتقات الضغط أو القلب أو السكر، الحاجات اللي ممكن يكون فيها خطر على صحته هو كمتبرع او على صحه الشخص اللي هيتلقى الدعم. تمام. طبعا ده غير التحليل اللي بيتم داخل المستشفى او المكان اللي بيروح له، ده طبيعي بالتأكيد. بالتاكيد يعني يا جماعه بصوا برضو علشان ايه يبقى في امان، محدش هيروح مكان هيقول له يلا نتبرع خش بسرعه اتبرع عشان ننقذ حد تاني، لا ده يعني ما بيتمش كده، بيتم برضو بياخدوا منك عينه بيحللوها بيشوفوا الدم بتاعك اصلا، يعني لو في مشكله لا قدر الله او حاجه مش هينفع، او لا كمان هيعود عليك انت بالسلب، افرض عندك انيميا، افرض عندك سكر، يعني كل الحاجات دي برضو بياخدوها في الحسبان، محدش بيتبرع كده على طول، في اجراءات انت الاول بتعملها وبعد كده بيتم من خلاله نقل الدم للشخص المحتاج عشان برضو ماشيين بخطوات مظبوطه وسليمه. طيب دلوقتي نهاد، الاقبال معاك اخباره ايه؟ يعني الفيدباك اخباره ايه معاك؟ الناس بتحب رد. ريد واخد ريتنج 5/5 على جوجل بلاي واب ستور، والويب بيج الفيسبوك بيج بتاعتنا والتويتر بيج بتاعتنا عليها اقبال كويس يعني. عموما تعرف الناس بتحب الحاجات اللي فيها تشاريتي واللي فيها مساعده، والمجتمع المصري طبعا عموما متكاتف ومتماسك وبيحب يساعد بعض، شعب طيب. اكيد. والله. طيب أكيد. يعني نهاد حابة اعرف انت نفسك تعمل ايه من خلال الابلكيشن ده، يعني في خطوه اوليه مثلا، ايه احلامك في الموضوع ده؟ انا حابب ان رد يكون الوسيله الاولى في حل مشكله نقص الدم في مصر. من كل 3 بيحتاجوا دم في مصر 2 ما بيلاقوش. في احصائيه من وزاره الصحه بتقول ان كل 3 ثواني في شخص بيحتاج دم. فأأمل ان رد يكون نهايه للمشكله دي. يعني انت شايف انه مثلا في ناس كتير قوي تبقى عايزه تتبرع بالدم بس مش عارفه، ما عندهاش الامكانيه، ما عندهاش حلقه الوصل اللي تربطها او توصلها بالناس اللي بتبقى محتاجه فعلا، واول ما تلاقوا الابلكيشن ده فعلا اتعاملوا بالموضوع بشكل انه لا انا عايزه اتبرع وعايز فعلا اعمل خير وكده. ده حقيقي. في عدد كبير من الناس كان بيواجه مشاكل شويه في فكره ان الدم هيوصل لمين او هيوصل ازاي، لان هو ما بيكونش عنده مريض محدد هيتبرع. فوجود رد بيخلي الموضوع اكثر سهوله واكثر تنظيما. صح. لان كل متبرع هيلاقي مريض معين هيتبرع له، هيتواصل معاه وهيتاكد ان الدم وصل له بالفعل. هايل. بيروح للمحتاج فعلا. بالظبط، بيروح للمحتاج فعلا. انت بص يعني باختصار كده نهاد، انت عملت الفكره وانت دلوقتي مجرد وسيط ما بين الناس بينهم وبين بعضهم. بالفعل. صح كده؟ بالفعل. رد مجرد وسيط ما بين الناس اللي محتاجه دم والناس القادره على التبرع بالدم، لكن هو ما بيتعاملش مع الدم نفسه. يعني ما بياخدش الدم، مالوش دعوه بالتحاليل، ماليش اي علاقه بتخزينه او تحليله او ما الى ذلك، دي حاجات بتقوم بها المستشفيات وبنوك الدم بالفعل. بالظبط، انت وسيط للشخص نفسه اللي هو هيروح يتبرع له. بالفعل كده. بس كده، مش تمام. اكتر، لكن لا بيخزن دم ولا بيروح يتبرع بالدم في منازل ولا بيبيعه ولا اكياس الدم بشكل معين. تماما. كلها بتتم تحت اشراف طبي ومتخصصين داخل المستشفيات، وبتروح كمان للي محتاج. يعني الموضوع مش في العموم كده وخلاص. طب انت لوحدك نهاد في القصه دي ولا معاك تيم برضو بيشاركك؟ لحد شهر ابريل تقريبا كنت شغال على الموضوع كتطوير لوحدي. تمام. لكن لما بدا الابلكيشن يبقى على ارض الواقع كان في معايا ناس كتير. دخل معايا عدد كبير من اصدقائي في التيم، سواء كديزاينرز او كبزنس ديفلوبرز، وكمان معانا ماركتنج ايجنسي اسمها اوكسجين، الماركتنج ايجنسي الكبيره في اسيوط. عندنا بارتنرز اناكتس اسيوط واي بي اس اف، يعني في ناس تانيين برضو داخلين معاك يعني بيدعموك برضو بالفعل بشكل معين، برضو بيقدموا خدماتهم. بالظبط. طب نهاد انت فزت بجائزه نوايا 2019 صح لرياده الاعمال المجتمعيه في مصر في مجال الافكار. في مجال الافكار. طب ممكن تكلمنا اكتر عن الجائزه دي وكان احساسك ايه بقى؟ جميل. هي مسابقه نوايا بتنظمها مؤسسه جين ايجيبت، ودي مؤسسه راعيه لرواد الاعمال. بيبقى فيها 3 تراكس، احدهم هو تراك الافكار. فكان في سيمي فاينلز وعملنا تصفيات وما الى ذلك وتاهلت وصلت للفاينلز. ايه المسابقة اصلا؟ المسابقة عبارة عن ايه؟ المسابقة عبارة عن مسابقة في الانوفيشن، في الابتكار، في الابداع او الابتكار. بالظبط كده. بتتنافس فيها الافكار المبتكرة على جائزة مالية يعني مقدارها 100,000 جنيه. تمام. وافضل فكرة هي اللي بتفوز. بالظبط. وبيتم بقى ايه، بناء على لجنة تحكيم ولا الناس هي اللي بتعمل لك؟ بيبقى في لجنة تحكيم مكونة من 15 شخص. بيحددوا الفايز على اساس الاستمرارية والابتكار والتأثير المجتمعي والتفاعل. بالظبط. هاي. وانت حاسس انك هتكسب؟
كنت واثق في رد. يعني كنت قلقان ان ممكن البرزنتيشن بتاعتي ما تكونش مكتمله للاخر، يكون عندي اخطاء في توصيلها، في توصيل الفكره للمحكمين، لكن انا كنت واثق في رد. جدع، برافو عليك. نهاد، انت عندك حد من العيله يعني بابا او ماما دكتور؟ اخويا طبيب بالفعل، وكان ليه دور كبير في مساعدتي. اسرتي عموما بتدعمني في الابلكيشن بشكل قوي. اختي موجوده بره بالمناسبه، حياتنا ليها. طب بيدعموني بشكل كبير وبيشجعوني دايما على الاستمرار فيه. وغير اسرتي كمان يعني عموما اصدقائي والناس اللي حواليا. وحابب اخص بالذكر الروائي عصام يوسف، مقدم برنامج العباقره، كان ليه دور كبير جدا في بدايه الابلكيشن في دعمي ومساعدتي. طبعا نهاد، نورتنا جدا. شكرا جزيلا بجد والله، وفكره محترمه واكيد طبعا تستحق ان احنا نساعدك ونقف جنبك. شكرا جزيلا. وعلى ما اعتقد يعني يا جماعه احنا يعني في احتياج طبعا لنقطه دم اللي محتاجها، يعني جات لنا وسيله اهي بتسهل علينا الدنيا شويه، ابلكيشن لطيف جدا بيوصلنا ببعض للي محتاج، ودي اهم نقطه واهم جزئيه ان احنا نستخدم التكنولوجيا بتاعتنا بشكل ايجابي ومحترم. وعندنا شباب هم بيخترعوا حاجات وبيفكروا وبيبتكروا كمان، وكمان بيكسبوا مسابقات ما شاء الله، وان شاء الله برضه انا يعني متنبئ له بمستقبل باهر، مش بس في الابلكيشن، في اكتر من حاجه تانية، لان دي دماغ المهندسين. بالفعل. شكرا جزيلا. شكرا يا جماعه. خلاص حلقتنا النهارده خلصت معاكم، شكرا جدا نوران. ميرسي يا فاروق، اشكرك. بكره حلقه جديده من انبوكس، استنونا. سلام.